بيناس نيجرا. بيناس نيجرا اللي هي الباين الاسود. اه واضحه في ناس اللي هي باين الصنوبر الاسود اسمها كده بالعربي. على ذكر الاكله الجميله اللي احنا ازيكم؟ ما قدرتش اصبح عليكم النهارده، بس قلت مش هيعدي اليوم الا لما اسجل لكم فيديو. نزلنا الجو كان حلو جدا جدا ورائع، فنزلنا اتمشينا حوالينا وخدت بقى شويه فيديوهات للزرع والورد. وكان نفسي اعرف اسجل اصوات العصافير الجميله اللي كانت حواليا، وده خلاني افكر قد ايه ان الجمال حوالينا، والجمال ما بيعتمدش على الغنى والفقر، والإحساس بالجمال والنظافة والحلاوة ما بيعتمدش على الغنى والفقر. وافتكرت زمان وانا في الجامعة نزلت مع أصحابي اللي هم من قسم عمارة، لما كانوا بينزلوا القاهرة القديمة ويعملوا سكتشات للمساجد والحاجات دي كلها. وانا كمان بحب، يعني انا لو ما كنتش طلعت مهندس ميكانيكا كان كنت طلعت مهندسة عمارة او مهندسة ديكور. ولفت نظري في الوقت ده، طبعا دلوقتي الامور اتحسنت شوية عند مسجد الحسين، سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة وكل المساجد القاهرة القديمة. فده شاي على فكرة مش قهوة، انا شربت قهوتي الصبح. وكنت بتساءل، طبعا المناطق دي كانت تعد من المناطق الفقيرة، ولو ان فيها تجارة وفيها اشغال يدوية وفيها وكالات تجار وحاجات بالجملة، ويعني وعن طريق والدي احنا نعرف ناس من قاطني هذه المناطق اللي هم اغنياء جدا جدا ومليونيرات. فكنت بفكر ساعتها، هل الإحساس بالنظافة والجمال شيء ربنا خص به الأغنياء؟ لقيت لا، ربنا سبحانه وتعالى ادانا عينين بتشوف الجمال. وعشان نقدر نقيم دايما، عارفين الضد بالضد يظهروا، لما نشوف حاجة جميلة ما ندركش انها جميلة الا اذا شفنا حاجة وحشة، ولو شفنا حاجة وحشة مش بندرك انها حاجة وحشة الا اذا شفنا حاجة جميلة. كل ده ما عدا الرائحة. الرائحة بالذات احساسنا بالرائحة الوحشة نوع من السيرفايفل سكيلز او مهارات البقاء على الحياة، لان الريحة الوحشة معناها في حاجة عيانة، في حاجة متعفنة، او في سم، او في حاجة هتأذينا، غير الحاجات التانية، يعني غير الحواس التانية. حاسة الرائحة بالذات تنبيه لخطر. الرائحة الوحشة او الرائحة النفاذة او الرائحة اللي بتحس كده انها عاملة لك حاجة، تنبيه رباني سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبعته لنا بيقول لنا ان في حاجة وحشة. تلاقي مثلا اللي عنده مشاكل في رجليه، في بين صوابع رجليه، اول حاجه تدل على المشاكل والفطريات اللي بين صوابع رجلين الريحه الوحشه. اول حاجه تدل على ان في لخبطه في البطن ومش عارف ايه، ريحه النفس الوحش. اول ما نفتح التلاجة ونشم ريحه وحشه، اوه خدوا بالكم ده في اكل متعفن جوه التلاجة، وهكذا.
فربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الحواس دي عشان نتفاعل ونتعامل مع البيئة اللي حوالينا ونشوف الجميل ونحافظ عليه. هو ده اللي بزعل قوي، ان احنا بنشوف الجميل وبنحافظش عليه، ونشوف القبيح ونزيده قبحا بدل ما نحسنه، بدل ما نظبطه، بدل لما لقينا حاجة مش مترتبة نرتبها، او لقينا زبالة مرمية في كوم في كوم اروح ارمي زبالة جنبها بدل ما اشيلها. فالحواس، حواسنا دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا كده، يعني في شخص اعرفه فاقد حاسة الشم، تذوقه للطعام مش زينا، ودي ابحاث كتير قوي 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 اثبتتها ان الـ مش بيشم ريحة الاكل كويس، مش بيدوق الطعم زي شخص تاني، لدرجة ان هما في تجارب مثلا منعوا حاسة الشم وادوا الناس اطعمة معينة معروفة من ضمنها مثلا حتة تفاح. الناس ما كانتش قادرة، اللي هما المشاركين في الدراسة ما كانوش قادرين يتعرفوا على نوعية الاكل اللي هما بياكلوه، لان التذوق والشم بالذات حاستين مرتبطين ببعض جدا. حاسة السمع سبحان الله، الحاسة اللي ما بنعرفش نقفلها حتى واحنا في الديب سليب، في سابع نومة زي ما بيقولوا، برضو بنقدر نسمع. وعشان كده مثلا في سورة الكهف، وضربنا على آذانهم، لما ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان هو يدخل حد في غيبوبة او ينام خالص خالص، او ما يبقاش مدرك اللي حواليه، يقفل له حاسة السمع. فالنهاردة دي كلها افكار جاتني وانا قاعدة عمالة بتمشى وبشوف الحاجات الجميلة، شوارع النظيفة. طبعا اللي منكم سافروا في اوروبا، على فكرة مش شرط في اوروبا، يعني انا مثلا لما سافرت المغرب عجبني جدا 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 نظافة اهلها. سافرت كوبا مثلا، كوبا بلد فقيرة، ولما بحب اروح مكان بحب اتمشى في الشوارع بتاعت الناس العادية واخد المواصلات العادية. يعني مثلا واحنا في اسبانيا كنا بناخد المواصلات اللي بيركبوها الناس العاديين، وناخد الاتوبيس وننزل كده في حي من الاحياء، وننزل نتمشى ونرجع تاني ناخد نفس الاتوبيس ده ونرجع بيه. فكنت بشوف احياء فقيرة صدقوني، وفي بعضها يعني فقيرة قوي، ولقيت مفيش الريحة الوحشة، مفيش الزبالة المرمية، مفيش المناظر المقززة، الا في الهند. يعني الهند بلد مقرفة قوي 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 قوي. كنت دايما اتساءل ايه اللي بيربي جوه الناس احساس بالنظافة، احساس بالحفاظ على البيئة اللي حواليهم بالشوارع. فلقيت ان اهم حاجة ان يكون احساس من جوه ان الشارع ده ملكي، احساس الملكية العامة، الشارع ده ملكي. انا مش في اخر النهار باخد الشارع واطبقه واحطه في جيبي وامشي بيه، لا، لكن مدام بستفيد منه يبقى ده ملكي. الاتوبيسات العامة، فاكرين زمان، مش عارفة دي لسه موجودة ولا لا، زمان كنا نركب الاتوبيس تلاقي حد، خاصة يمكن شباب او اطفال، قاطع الكرسي السفنج واخد السفنج من جوه عشان يعملوا كرة شراب. هذا المراهق او هذا الطفل او هذا الشاب ما حدش قال له ان حافظ على ده عشان لما تيجي تستخدمه المرة الجاية. لما ننزل جنينة وتلاقي الوردة حلوة قوي قوي قوي، كل واحد فينا اناني عايز ياخد الوردة لنفسه ويقطفها. طب ما انت هتقطفها هتموت، ما
مش هتعيش معاك، ما عدتش مستمتع بيها. عشان كده دلوقتي كل واحد فينا معاه موبايل والكلام ده، واخد صورة للحاجة اللي بتعجبك. فلقيت اللي يفرق بيننا وبينهم احساس الملكية العامة، وده يمكن حاجة احنا محتاجين نربيها في نفسنا ونربيها في اولادنا. نقول لهم ان ما ترميش حاجة في الارض، مش عشان عيب ولا حرام ولا مش عارف ايه، الحاجات دي ما عدتش نافعة. إيه، فقدنا حتى اولادنا نفسهم فقدوا الاحساس بلا نحافظ، لا ننظف، لا نحافظ على المكان، لا كذا لا كذا، لان احنا الكبار بقينا مثل سيء جدا جدا. ويعني مش عارفة، يعني بقينا كارهين قوي لبلادنا، كارهين قوي للمكان اللي احنا فيه. امبارح وانا بتمشى في تريل زي كل يوم انا وزوجي، وكان شخص ماشي قدامنا وبعد ما دخل السيجارة رماها. كنت very interested اعرف الشخص ده جنسيته ايه او اصوله ايه او الكلام ده، وللاسف للاسف ظني كان صح، وكان من جنسية شرق اوسطية، لان متعودين ارمي وخلاص. فالنهاردة يوم جديد وبداية جديدة، اي نعم مش بداية جديدة بالنسبة لي لان يعني احنا فعليا في نص النهار، لكن حبيت انها تكون دعوة تاني ان احنا يعني ايه ندلع حواسنا. بمعنى ايه؟ ان احنا نتفقد ندور على الحاجة الجميلة اللي بتمتع نظرنا ونبص عليها، والحاجة اللي ريحتها حلوة ونشمها، والحاجة اللي مذاقها حلو وناكلها، والحاجة اللي صوتها حلو ونسمعها دايما دايما. والملمس، الحاجة المخملية الناعمة نتفقد لحواسنا ونشوف. نبتدي الأول بالبيت بتاعنا. هل في كل كورنر ببص فيه بلاقي ما يسرني، ولا في الكورنر ده فيه شوية كراكيب مكعبشة زي ما انا بصة هنا هو دلوقتي؟ يمكن انت شايفين اوضة النوم مترتبة، لكن فيها كورنر محطوط فيه الشنط الباك باكس بتاعت الظهر، بتاعت الولاد وبتاعتي وبتاعت جوزي، ومحطوطين كده عاملين لي كلو في دماغي، فلازم هلاقي لهم طريقة ان شاء الله احطهم يعني في دولاب او في حاجة، بحيث ان ما لما ابص لهم ما يضايقونيش. في مثلا الجزامه بتاعتنا جزامه مفتوحه، فانا شايفه كل الجزم بالوان وبتاع، هجيب جزامه مقفوله عشان اخبي الجزم. فكل واحد فينا يبص حواليه، لو في حاجه منظرها ما يسرش نعدلها، ما نتخانقش، ما تبقاش مناسبه للخناق مع نفسنا ومع جوازاتنا ومع اولادنا ونتخانق، لا نعدلها ونحسنها. انا دايما احب دايما يبقى في ريحه حلوه في البيت، وقبل ما نحط ريحه حلوه، ريحه النظافه ريحه حلوه، نبتدي الاول نشوف اذا كان في اي حاجه مش نظيفه حوالينا، اي حاجه متوسخه، اي حاجه مش مظبوطه ننظفها ونظبطها. لو في اصوات يعني نسمع، نعمل اصوات حلوه حوالينا، صوت موسيقى جميل. ناس كتير قوي كانت تكتب لي المزيكا مش عارف حرام ومش حرام والكلام ده، خلاص اسمعوا اللي تسمعوا. انا شخصيا انا واحده بحب جدا المزيكا، وولادي وجوزي بنحب المزيكا، دي 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 نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا داود كان عنده مزامير داود بيغني وصوته شجي، لكن لما بيغني كان بتغني مع الطير. فكل حاجة ممكن تبقى حلال وممكن تبقى حرام على فكرة. لو المزيكا في نايت كلوب عشان ناس مخمورين يتفرجوا على رقاصة، ده حرام. لكن لو انا حاطة مزيكا بصوت هادي جميل اسمع
يعني بالعكس بحس بإحساس حلو قوي قوي قوي. البرامج الدينية اللي بتتفرجوا عليها وعلى قنوات الفضائيات والكلام ده، وما عليها مزيكا، عشان يعني عملوها لنا عربية وتخت شرقي بقت مزيكا حلال، ودي معمولة على على الدرامز والجيتار بقت مزيكا حرام. ولما النبي عليه الصلاة والسلام نهر الجاريتين، وحتى سيدنا أبو بكر قال له بقى مزامير الشيطان، مزامير الشيطان في بيت رسول الله، قال له سيبهم سيبهم يغنوا. اعتراض النبي عليه الصلاة والسلام كان على نوعية الغنى اللي بيقولوه، لأن إن كانوا بيغنوا أغاني الجاهلية اللي هي فيها معايرة. انتوا عارفين كان في اسمها ايه، المنابلة؟ لا مش المنابلة، هفتكرها ان شاء الله، اللي هو السجال بين القبيلة دي، القبيلة دي تجيب الشعر بتاعها والقبيلة دي تجيب الشعر بتاعها، ويدفعوا للشعراء ويفضلوا بقى ايه يعني، سوري في اللفظ، يشرشحوا لبعض، ويتعمل غنى ويتعمل، وكمان كانوا بيغنوا يعني اغاني مش مظبوطه. فالكلام نفسه، الكلام نفسه كان كلام وحش، مش الغنى نفسه، مش الطبل، مش الزمر، مش الاغاني اللي هي الالات اللي هي الجميله الموسيقيه اللي محتاجه تالنت وفن وعلم، كمان علم قرايه المزيكا علم. فده للاذن. ما نزعقش، نبطل كده بقى كل واحد فينا يزعق للتاني ويزعق للتاني، بما يعني ان انكر الاصوات صوت الحمير، يعني مش بس عشان الصوت وحش، عشان كمان كان عالي قوي قوي قوي، فما نبقاش احنا من انكر الاصوات يعني. فناخد الامور كده بلطافه يعني. قلت الرائحه، الرائحه، نشوف ننظف المكان ونشوف مصادر اي ريحه وحشه ونمنعها ونصلحها، ولو في حاجة محتاجة تتظبط. في فترة من الفترات كان الحوض بتاعنا بيطلع ريحة وحشة، دورنا على طرق وعلى وسائل وعلى حاجة أصبها فيه، وأغلي المية بالليمون والقرفة وأصب المية فيها لغاية أما اتظبط وتصلح. بعد ما ننظف ممكن بقى نعمل ريحة حلوة، نعمل بخور، نعمل سبرايز، نعمل أي حاجة تانية. الملمس، أي حاجة مش ناعمه. ليه انا دايما يعني بحب اكوي كل حاجه؟ لان احساس الكرمشه ده بيديني احساس مش حلو، فلما بشوفه كده بحس انه سطح مش ناعم كده، سطح مش لطيف. فنشوف نوعيه الاقمشه اللي عاملينها في بيتنا تكون ناعمه ولطيفه وجميله وحلوه، والاسطح نظيفه ومتفشفشه ومتلمعه وجميله. خلصنا بقى بيتنا، نبص بقى لعمارتنا، العمارة اللي احنا ساكنين فيها مع الناس. هنمسح، هنظبط، هنحط شوية ورد، نحط شوية زرع، نشوف هنحسن كل واحد. لو كل واحد حسن دوره ده هيبقى حاجة حلوة جدا. فترة من الفترات كان في عندنا في الدور الأول اللي هو فوق الأرضي شقة عاملة ريحة وحشة جدا، كل ما نيجي نعدي رايحين جايين من عند الشقة دي ريحة وحشة جدا. وفي مجلس الإدارة بتاعت العمارة تكلمنا في النقطة دي، وفعلا يعني مجلس الإدارة كلم أصحاب الشقة وقال لهم يعني على الريحة الوحشة، وكان سببها نظافة، قلة نظافة. والناس دول كانوا مأجرين من أصحاب الشقة، فاشتكينا لأصحاب الشقة نفسهم، وأصحاب الشقة خدوا إجراء. وعلى فكرة من حق الجيران إنهم، ما أصل أنت يعني أنت بتعمل في ملكك، بس أنت ممكن تخرب عندي، يعني أنت لو خربت السباكة عندك ممكن تخرب سباكة العمارة كلها، فهي لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر اللي حواليك كمان. فنشوف نصبح على الجيران بتوعنا، يا جماعة عايزين نحسن العمارة ونظبطها ومش عارف ايه، وتبقى فرصة ان احنا نحسن العمارة بتاعتنا.
الشارع قدام، لو واحد، لو كل واحد عمل قدام العمارة بتاعته وظبط وكنس وجبنا براميل للم الزبالة والحاجات دي شوية شوية. طبعا مش هنقدر نغير اي حاجة ما بين يوم وليلة. وزمان كان في احد الحكماء قال: لما كنت صغير كنت عايز اغير العالم، لكن لما كبرت فهمت ان لما اغير نفسي اقدر اغير الاسرة الصغيرة بتاعتي، اقدر اغير المحيط الاكبر والمحيط الاكبر والمحيط الاكبر. عشان كده دايما يقول لك ايه، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، ونشرك ولادنا معانا، نشرك ولادنا معانا، نشرك ولادنا بهدوء ببساطة، ونوريهم شفت مش كده احسن، الله مش كده الأوضة مترتبة احلى، مش كده مثلا نديهم سبراي يفشفشوا المكان، الله مش كده الريحه احلى. لو ما نقدرش، في ناس عندها ازمه، وفي ناس عندها مشاكل في صدرها، في حاجات طبيعيه يعني. احنا لو غلينا شويه قرفه وحبتين قرنفل وشويه ليمون في ميه على البوتاجاز هتملى ريحه البيت حلو. ومثلا ندي ولادنا سبراي وفوطه، خد نظف الترابيزه دي، برافو حلو جدا، شفت عملت شغل حلو قوي. لما نشوف مثلا ولادنا المراهقين الاكبر شويه وهما لابسين شيك، الله ايه الجمال ده، الحلاوه دي، الشياكه دي، لا والله انت شكلك انيق، لا والله شكلك حلو قوي، ما نقولوش بقى شكلك ابن ناس يعني، لا ما انا بقولها لاولادي احيانا لما احب اهزر معاهم، لكن لا الله شكلك انيق، شكلك جنتلمان، واو شكلك وسيم، احمد عز مين ومش عارف عابدين مين والكلام ده، يبصوا على فلان الفلاني والشياكه بتاعته، يعني نحس بالفخر بمكاننا ونحس بالفخر ببيوتنا، مش عشان هي في حي راقي ولا حي فقير، مش عشان بيوتنا احسن عفش واحسن فرش، مش عشان يعني، يمكن قلت لكم قبل كده بس يعني من المواقف اللي اثرت فيا قوي قوي قوي، راجل كان بيشتغل مع بابا وكان مريض، ورحت له انا صغيره مع بابا، الشقه كانت فقيره قوي لكن كانت نظيفه، نظافه مش معقوله. فمهما كان دخلنا، مهما كانت مرتباتنا، مهما كانت فلوسنا، ده ما يديناش الحجة ولا العذر ان احنا نلبس هدوم وحشة او مش نظيفة او مقطعة، او حتى الفقراء قوي قوي على فكرة ممكن برضو يلبسوا لبس كويس، لكن لما بنفقد احساس البرايد، الفخر بنفسنا، ما بنهتمش بنفسنا طبعا، مش لازم نبقى لابسين احسن لبس، بس يبقى لبس نظيف، يبقى لبس حلو، ما يبقاش ريحتنا عرق، ما يبقاش ريحتنا وحشة. أفقر واحد ممكن يجيب أرخص صابونة من عند البقال ويستحمى ويتنظف وينظف هدومه ويلبس لبس نظيف، مش عيب. يعني النهاردة الكلمة اللي تلخص كل ده، خلينا نتفقد لحواسنا. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا 5 حواس: النظر، الشم، التذوق، السمع، واللمس. نتفقد للحواس دي، ونخلي الحواس دي هي اللي تدلنا على هنعمل ايه، ونبتدي بنفسنا حتى لو جوازاتنا مضايقنا ومعكننا، حتى لو انت مثلا زوج نظيف قوي قوي ومراتك مش قد كده، شويه شويه وبالراحه، واعمل وساندها وساعدها وريها علمها، يمكن انت اتعلمت ده لما شفت مامتك او في بيتك بيعملوا حاجات معينه، لكن هي مثلا ما اتعلمتوش. نعلم ولادنا انهم يتفقدوا لحواسهم برضو، يرتبوا ويهيئوا المكان بتاعهم ويظبطوه، يلبسوا حلو، يستحموا، يحسوا بالفخر بنفسهم. واعتقد ان ده هيغير حاجات كتيرة قوي 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 في حياتنا.
ومحدش يقعد بقى يقول اصل البلد اللي بنت مش عارف ايه والكلام ده وبتاع. ابتدي بنفسك، ابتدي ببيتك، ابتدي بعربيتك، ابتدي بأسرتك، ابتدي بعمارتك، ابتدي بمكتبك، ابتدي بالحتة اللي قدام بيتك. بس انتي كمان ما تقوليش ما هو اصل الناس الجهلة دول اللي مش عارف ايه، اصل كذا اصل كذا. ابتدي بنفسك، خلي ولادك سمعيهم الكلام ده، قولي لهم الكلام ده، عيدلهم الكلام اللي انا بقول، لو كلامي عجبك عيدلهم الكلام ده وقوليه لهم. خلي كل واحد يحس بالفخر بنفسه. لما ولادي ابتدوا يكبروا ويدخلوا بقى يبقوا تين ايجرز، الهدوم اللي كانوا اللي بيلعبوا فيها الرياضة بتاعتهم بيرجعوا الهدوم ريحتها وحشة، والشنطة اللي محطوط فيها الحاجات ريحتها وحشة، اللي هي القفازات بتاعت البوكسنج ريحتها وحشة، ومش رجليهم، رجليهم طبعا، وشرابات والجزم. بصراحة ابتديت في الأول ايه القرف ده، خش اتنيل على عينك استحمى مش عارف ايه. أسبوع لقيت فيه ريزيستنس جامدة قوي، لقيت فيه مقاومة جامدة قوي، وخلاص بقى هنطقش في بعض. خدتها بقى بشكل تاني، ايه ده، هو انت هتصلي وتقابل ربنا سبحانه وتعالى وتقف بين ايديه وانت ريحتك وحشة؟ انا هصلي. لا، هو انت بتروح الجمعة مش بتبقى مستحمي ونظيف وجميل وحلو؟ طب لما هتروح انترفيو، لما بتروح تقابل اصحابك، مش بتظبط نفسك؟ طيب يعني هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وانت ريحتك عرق ومقرف كده، طب اعمل ايه؟ ولا حاجه، بالحلاقه تحلق الشعر ده عشان الشعر ده بيعمل ريحه وحشه، وبعد ما تستحم ادي الديودرون اللي احنا جايبينهم، ده سبراي وده ستيك، ده كذا ده كذا ده كذا. ولما يبقى بقى ايه مستحمي وريحته جميله، الله، شفت ايه النظافه دي، ايه الحلاوه دي، جميل خالص. هو شممني، ايه ده، ده اي برفيوم ده، ده اكس، ده ريحته حلوه، ده جميل، انا بحبه جدا. وده بقى يمتد للجزم وللشرابات وللاوضه بتاعتهم وللدواليب لكل حاجه. بدل ما نحول الموضوع لخناقه، نحول الموضوع لفرصه ان احنا نعلمهم حاجه. وزي ما قلت لكم، شوفوا يعني انا مثلا واحده ست، جوزي واولادي، شوفوا لما يعملوا حاجه كويسه ها وافتكروها، زي ما بتفتكروا لما بيعملوا حاجه وحشه، افتكروا لما يعملوا حاجه كويسه واثنوا عليهم من الثناء المديح، امدحوهم. ولما يعملوا حاجه وحشه فكروهم بالموقف الحلو، بدل ما نقول انت دايما كده، اما اصل انت مش عارفه يعني افكر، انت مقرف، انت دايما كده، انت دايما مقرف. فاكر لسه من يومين لما ظبطت وعملت ومش عارف ايه، كان الوضع احلى بكتير، ليه تعمل زي ما عملت امبارح؟ ساعتها هيبقوا متشوقين انهم يعملوا الاحسن والاحسن والاحسن، لان احنا اثنينا عليهم، مدحنا مجهودهم، مدحنا اللي هم بيعملوه. مثلا جوازاتنا بيعملوا حاجات وحشه قوي، بس في وسط اكيد ده في حاجه ولو فيها، ها مش هقول حلوه 100%، حلوه 50%، امسكوها افتكروها وفكروهم بالمره اللي عملوا فيها حاجه كويسه، بالمره اللي اساعدوكم فيها، وهكذا. طولت عليكم، خلاص بقى هنريح ونظبط ونهدى كده شويه، وهشوف ربنا يسهل، يمكن اعرف اكتب حاجه. انا بقالي كتير قوي مش عارفه اكتب في الكتاب التاني، مع ان الافكار موجوده والكلام موجود بس محتاجه كده اعرس نفسي، اعرس ودني، واقول ايه، اقعدي وخصصي وقت للكتابة، عشان ان شاء الله ان شاء الله زي ما وعدتكم على اخر السنة هيكون في كتاب جديد ان شاء الله. اشوفكم بكرة ان شاء الله. سلام على النوم.
يا سلام، ممكن تقعد نايمة 16-17 ساعة في اليوم. توتا. بس بس بس. أيوة أنا توتا. بس بس بس. هاتي ديلك ألعب بيه شوي. بزقيني بزقيني بديلك.